تيتا. نعم. انا جعانه تيتا. جعانه؟ تعالي شكله مطعم اهو. تعالي كده نخش نشوف في ايه. خلاص بقى انا مش قادره. الحمد لله. اللحمه اللي عايزه اكل تاني. لا ده انا خلصت على اللحمه. اسمعي بس اجيب لك حته. مش قادره. لا والله ما قادره. وعليكم السلام. سلام ورحمه الله وبركاته. ممكن بس الاكل اللي فاض منك بس عشان بنتي جعانه معايا. جعانه؟ اه. حاجه هو ده دعاء والمكان ده في شحاتين ولا ايه؟ شحاتين والله يا ابني بس البت جعانه بس ومعيش. امال انت بتعملي ايه كده يا حاجه؟ انت بتستلف يعني؟ هي شافت بس الاكل قالت لي كده انا جعانه. طب والاكل خلاص يا حاجه والله خلاص روحي شوفي ترابيزه ثانيه. طب هم يا استاذ يا اللي ماسك المكان هنا. طب يا ابني بتدخلوا شحاتين هنا ولا ايه؟ بالراحه يا عم. بالراحه ايه هو ده؟ هو ده طريقه؟ في ايه يا ابني؟ ده مش شحاته والله البت جعانه بس حبت الرز ده. اكلها في اي حته ثانيه. ولا بقول لك يا حاج تعالى تعالى اقعد على الارض. تعالى يا بنت. لا حول ولا قوة الا بالله. تعالى بابا كل. لا حول ولا قوة الا بالله. اقعد يا بنتي تعالى اكل. ايه القرف ده؟ وده المكان الحلو؟ اقعد. هو فعلا قرف. انت فعلا عندك حق. هو قرف. وعد شحاته يا دعاء. هو فعلا قرف. بص البنت لابسه ايه؟ بس قرف مننا احنا. هو قرف مننا احنا مش منها هي. قرف مننا احنا عشان خاطر احنا. انت بتتعامل بكبرياء. انا اكله طبق لحمه كله وانت كنت عايز تجيب لي بزياده. رايح تدي البنت بص بتاكل ازاي؟ معلقتين رز وفضلتك يا دعاء. دي شحاته يا دعاء. ما تقولش شحاته يا دعاء. ما تقولش شحاته لان انت ممكن تبقى زيها وانا ممكن ابقى زيها. احنا بس ربنا ادانا. اسالين انا عليهم دول مالين الدنيا. وايه اللي مالين الدنيا؟ ما تعمل حاجه لله. ولو هي بتكذب ولا هي بتعمل اي حاجه هي تاخد وزرها. طب اديها 5 جنيه وتمشي. 5 جنيه وانت هتاكل ب 5 جنيه؟ وبعدين البنت اللي بساعد ما اكيد شحاته من حد ولا واخداه من بس بقى يا بس. اسمعي يا دعاء. 5 مني وخمسة منك وخمسة من ده تجيب لها 8 فرخه يا دعاء. هتعمل حاجه اصلا لله؟ ما تعملش عشان خاطر يتقال عليك ان انت كويس. الاكل حلو. قومي 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 يا حبيبتي. روحي اقعدي على الكرسي هناك. تعالي قومي يا بنتي ربنا يستر. طيبه حضرتك صح؟ قوم. بقول لك ايه؟ والاكل كمان حاسب انت عليه. ليه كده يا ابني بس؟ ليه كسر خاطر يا ابني؟ معلش انا اسفه حقك عليا. ليه كسر خاطر يا ابني؟ لو سمحت انا عايزه اللي انا كنت باكل منه اللحمه والرز. معلش بصي معلش يا امي. علي انت اسمك ايه؟ نور. اتفضلي يا فندم. ميرسي جدا. ميرسي كتير يا حبيبتي. لا والله ما كتير. لا انا مش جعانه. ممكن بس جعانة. معلقتين معلش بعد اذنك. اه حاضر عيني. معلش مش جعانه يا بنتي. هي اللي جعانه. لا يلا كله كده جعانه الحمد لله. لا يلا وحضرتك كمان هتاكلي. ربنا يكرمك. معلش هو بس عنده عقده فلوس. هو عنده من كتر ما ربنا اداله فهو عنده عقده فلوس. ربنا يتعمك يا بنتي. ما يحرمك يا بنتي. شكرا. يلا يا حبيبتي كل. يلا يا ماما. لا انا شبعانه والله. لا والله لا انت لا والله هتاكلي. والله والله يا بنتي انا شبعانه. لا والله هتاكلي. هي بس اللي جعانه. طب يلا بس يلا يلا. وبعدين بغصب عني معيش والله. لو انا عارفه كنت انا عارفه والله. يلا هتاكلي. يلا مش قادره والله. بألف هنا هتاكلي. يلا بألف هنا. اللي بيعمل حاجه لله ما بينتظرش. انت منك لله. كل بني ادم بيعمل اي حاجه هتطلعها بنيه من جواك انت بتطلعها لله. اللي قدامك بقى يستحق ما يستحقش. طالما وقفت قدام البني ادم ده وقادر تعمل له حاجه اعملها له. في ناس بتقول لك المظهر وبوست لابسه وبوست عامله. ما هي برضو ممكن تكون الهدوم دي واخدها من حد نفسها تبقى شكلها حلو زي اللي قدامها زي البنت الصغيره اللي قدامها فبتطلع بقابها صورها. مش لازم يا جماعه ينزلوا مقطعين وينزلوا. انا والله العظيم امبارح حصل معايا موقف. راجل كبير محترم محترم ولبسه محترم وجاي بيتكلم ان هو محتاج مساعده لان هو بيجوز بناته. والراجل ده مش بيكذب يعني. تخيل راجل محترم يقدر ان هو يشتغل. ما حدش راضي يشغله. فلو في ايدك حاجه تعملها لغيرك اعملها وبلاش جحود. جبر الخاطر على الله يا جماعه. على الله فعلا. والكلمه الحلوه حلوه. يلا السلام عليكم.